با وليد الشاي هيك يصير. تروح عيني. اجي اجي. منو اجي ولك؟ والله العي. هلا ابو خويا. شلونك هلا؟ شلونك عيني؟ تسلم وانت شلونك؟ تسلم عني زين. وليد خير شنو هاي؟ تنكر ماي؟ هاي مو تنكر ماي علي كمال، هاي بنزين جايبينه قشر. شنو بنزين مهرب؟ وبلا خجل هم تقول بنزين مهرب؟ ما دام بيها بنزين مهرب ليش تجيبه على المكتب؟ وليد قالوني عندي بنزين خان كبيرة هنا وعندي معارف هواية، وأنا جبت هذا البنزين حتى أبيعه هنا. العفو ما افتهمت، وليد هذا عنده بنزين خان كبيرة هنا؟ هذا عنده؟ إي عنده بنزين خان؟ إي وكبيرة همه؟ إي لك علي كمال ليش تهين شخصيتي يا الرجال ها؟ ذولا عبالهم اني تاجر كبير هنا وما يدرون اشتغل بالمكتب. اخويا اوف الشقه، بس والله اهنيك انت جبت البنزين لهالعنوان، يعني مو لان وليد اخويا بس ببغداد عندنا بنزين خانه يخبل البنزين مالها وكلش كبيره، بحيث انطانا اكبر بنزين خانه بالعراق وكلها باداره اخويا وليد. وليد هسه سعر البنزين ب 500 دينار، انت اذا تبيعه ب 300 راح نتقاسم 50-50. تمام اخوي 50-50. انت خلص هذا باسبوع واني بعد اسبوع اجيب لك تنكر الاخ. تمام. لعد راح انزل التنكر. نزل اخوي نزل. شت. تعال هنا، تعال تعال اقعد. با اخوي اني دا احكي هيك من معزتي الك ها، لازم تخفي هالتنكر منا بسرعه لان عمو نوري راح يخفيك هم. والله يا الله وليش يخفيني عمو نوري؟ ولك مره صار البنزين اللتر ب 500 ويمي ب 300، لو تكاسي المكتب يشترون البنزين من عندي عمو نوري ما يستفاد من هالشي. وليد ولك راس المطيء، البنزين اللي تبيعه مرخص عندك رخصه؟ لا. زين ماخذين عليه ضريبه؟ لا. زين البنزين اللي تبيعه انت الدوله راح تربح منه فلوس لو لا؟ لا. زين انت شفت فد يوم عمو نوري يشتغل شغل تهريب؟ نو. ايه با هذا الموضوع هنا هيك الحكي، اني باكر اقول لعمو نوري انت تبيع بنزين مهرب وخلي يطردك من الشغل وانت بكيفك بعد. اي تمام يلا روح قل له خلي يطردني، واني هم اقول اني واخوي علي كمال كنا نبيع سويه ونتقاسم الفلوس. زين ما دام انت راح تطردني لا ما نتقاسم الفلوس. يلا روح قل له يلا يلا. ويلي وليد تحكي صدق؟ طبعا صدق ولك، انت في يوم شفتني اكذب ايش قالوا لك عني؟ علي كمال. علي كمال اني؟ تمام لعاد وليد راح نتقاسم بالنص فلوس البنزين اللي نبيعه. اتفقنا؟ اتفقنا. تمام وسالفه عمو نوري أني راح أحلها. كفو من شاربك.